أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. المستمعة ميم حاء تسأل عن حقها من زوجها في وقت ضرتها، إذا كانت ضرتها في سفر أو كانت في عملها الصباحي. القسم بين الزوجات واجب، القسم بين الزوجات واجب واجب في المبيت والنفقة والسكنة والكسوة، يعدل بين زوجاته ولا يأخذ من حق إحداهن ويعطيه للأخرى، هذا ظلم وهذا ميل، لا يجوز له ذلك. وإن كان يحب هذه المرأة أكثر من غيرها فإنه لا يحيف معها ولا يظلم غيرها لها، الواجب العدل. وأما إذا سافرت فإنه يسقط حقها في سفرها، إذا سافرت لحاجتها فإن حقها يسقط حتى ترجع فيبدأ معها من جديد. نعم. كذلك إذا كانت في دوامها الصباحي، لا، هذا لا يسقط حقه، هذا لا يسقط حقه، ما دامت حاضرة لا يسقط حقه. في دوامها الوقت ضايع عليها، ولو كان الوقت ضايع انتظرها. يعني في يوم المداومة في عملها لا يبقى مع ضرتها؟ لا، يعني هذا يغيظ ضرتها ويحدث وقد يميل معها، فيوم يومها لها، يومها وليلتها لها. وإن كانت خارج المنزل؟ وإن كانت ما دامت في البلد أحسن الله عليك. وخروجها للعمل بإذنه هو الذي أذن له، لا شك. فلا يسقط ذلك حقه. نعم.